تقول أمي رجال فقير وعنده 3 بنات وحالته المادية مدهورة. أي هذا قديم قبل 60-70 سنة. قبل 60-70 سنة. وكان يصلي بالناس. وكان إمام مسجد والإمام من أول ما يأخذ درجة. ما يأخذ شيء ولا يصلي لله. الكلام هذا في شهر رمضان. يوم منتصف رمضان ويبدن بناته يطلب منه ملابس العيد. ملابس الكسوة. يبن الكسوة. أي وهو ما معي شيء. من أول يقولوا لها كسوة. أي هو ما معي شيء. ما معي لهم. وش سوى أول ما؟ لا ودي يقول ما معي شيء للبنيات يحرقهن. راح يبي يطلب من ربعه يبي يسلف يبي أحد. مش على ربعه يبي اللي يسلفه. والله حد يربع له ما حد ما. وكلهم عيوا يقول بعضهم يحلف إن ما عنده هو عنده. هو عنده يا حياته. لأنه فقير ولهم سدد ويمكن ما وراه مصلحة. ولهم سدد. إيه. ما يعطون. المهم يوم قرب العيد. يوم قرب العيد. يوم قرب العيد والبنات يرسلن أختنا الصغيرة قالن روحي اسألي أبونا هو بيشتري ما هو بيشتري العيد قرب وش ال أيوة. وش قال يوم جت الصغيرة؟ يوم جيت قال يرزقنا الله نبوت. قال يرزقنا الله نبوت. وصغيرك صارت خاطر. أيوة. يوم جاء آخر الليل ويبدأ يطلب ربه. أيوة يطلب اللي يغني الفقير. نعم. سبحان. المهم ويبدأ يبدأ يصلي الليل كله. أيوة. ويوم خلص هو يكتب له بيتي. أيوة. وينام. هو يحط رأسه ويركض. قال يا الله يلي تعلم الحال وتشوف يا معطين كلن على قد حاله تلطف بعبد ما مع حق مصروف حملة ثقيل وارتكالها الحالة إن قلت وشكاري ولاني مكلوف ما حد انتبر قبلنا من عياله عندي بنات اللي صغيرات وضعوف والحال يعلمها عظيم الجلال ولجي تدور مع هل الطيب معروف ربعي كثيرين ولا من صماله حقي من ربوعي معاذير وحلوف وكل يبى حلفة يوفر حلال يوفر حسنة ما أكثر خير. المهم يوم أخذ له يومين للباب يطق ويفتح لها كالرجال اللي معه كسوة ومعه ماء. قال أنا جايك من عبد الله البسام. عبد الله البسام هذا من تجاره العنيزة الله يغفر له ويرحمه توفى. وأرسلني بهالمال وهالكسوة ويقول اسأله وش قصته. المهم ويدخلها الرجال هذا ويضيفه قال والله ماني خابر إلا أني قبل ليلتين طلبت ربي وأنا ساجد وكتبت لي بيتي وكتبت هالبيتي. قال الرجال المرسول وصل ما شاء الله. الشيخ جاه منادي في الحلم ينادي يقول فلان بفلان يقول فلان بفلان مطوع القرية الفلانية محتاج وله بنيات ولا تخلي. فسبحان من يرزق الفقير ويعطي المحتاج جت حاجته إلى بابه وأغناه الله عن ربعه. هذا حسن التوكل ما شاء الله على الله. هذا حسن التوكل على الله عز وجل سبحانه.